هذي نركب دابا المحطة هذه نشوف نشوفه كيف حتى ابن تشفين المحطة ابن تشفين المحطة العاشرة تركب في المحطة العاشرة ابن تشفين يا نركب هنا يا يا سلام عليك فين غادي نجلس باغي نصور انا نصور الطريق ونصور نجلس هنا نجلس اودي مشينا من عبد المؤمن الحين ماشي عبد المؤمن عبد المؤمن حي عبد المؤمن الحي لافان ديال الترام وانا نشوف المحطة العاشرة المحطة القادمة النسيم المحطة الثانية محطة عبد المؤمن المحطة الثانية النسيم المحطة القادمة محمد زفزاف محمد زفزاف وهي الثالثة ناحية عبد المؤمن في أراضي خاوية ناحية خاوية مركز الصيانة مركز الصيانة محطة سيدي مومنت أظن هي الستة بعدين محطة محطة التشارق محطة التشارق محطة عقبة بن نافع محطة عقبة بن نافع محطة عقبة بن نافع محطة القوات المساعدة فورس أوكسيليار محطة القوات المساعدة محطة حي الرجاء محطة حي الرجاء كاين الخريطة تما هذه محطة اللي شوف فيها محطة ستاسيون دو كوريسبونس هذه محطة ابن تشفين دو كوريسبونس احلى ترام شو الدرج ديالو ملاصق مع هذا يعني المعوقين ولا اللي عندهم العربيه على العربيه ولا المرضى يقدروا يطلعوا شوف رائع هذه محطه ابن تشفين هي محطه دو كوريسبوندونس تحط تفاليدي لها يعني تماركي الكارت وتمشي للمحطة هذا يمشي بنا انا هادي يا سلام عليك رحلة طويلة الصراحة رحلة طويلة الرحلة طويلة الرحلة طويلة وتمشي الليرة كاين هذاك هناك نركبو عاوتاني عبد الرحمن هذا العبد الرحمن ندوزو هذا العبد الرحمن